الخير رسول يحكي سيرة الخير رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. السيرة الزهراء تدور في الوجود كأنها نشيد على فم الخلود، في روعة يتردد محمد محمد، في روعة يتردد محمد محمد، المصطفى المحمود المصطفى المحمود صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عالم وتعلم، المجد الخالد يتكلم، يحكي سيرة خير رسول، يحكي سيرة خير رسول صلى الله عليه وسلم. هو البيت الحرام الذي اعتادت قبائل العرب الحج إليه كل عام. وقد صار تحت حكم رجال الإسلام. فيا لها من دولة واسعة توشك على القيام. وبوحي من السميع العليم جاء في القرآن الكريم، بدأ النبي والقائد الحكيم يسن القوانين لتنظيم مجتمع المسلمين. ففرضت الزكاة والخراج على الأموال والإنتاج، يدفع المسلمون زكاة العشر من أموالهم، ويدفع العرب الذين لم يسلموا ضريبة هي الخراج من أموالهم. فأقبل المسلمون طائعين على دفع الزكاة طاعة لرسول الله وامتثالا لشرع الله. إلا قبيلة تميم رفضت أن تدفع، نحن أشرف قبائل قريش، كيف ندفع أموالنا لمحمد؟ نحن الأقوى والأمجد، فكيف تفرض علينا شريعة محمد؟ إنه يسعى إلى إذلالنا، والدليل إنه أرسل إلينا 50 مقاتلا فأسروا رجالنا وسبوا نساءنا. يريد أن يأخذ أموالنا؟ لن نخضع ولن ندفع، ورغم فرارنا أمام رجاله فلن نرضى بدفع ضريبته، فقبيلتنا أشرف من قبيلته. وبهذه الروح العدوانية والتفاخر بالنسب وقوة العصبية دخل وفد تميم إلى النبي الكريم، فلم يسمعوا منه من الرد إلا كل نبيل وحليم. فطأطأوا رؤوسهم في حياء أمام سماحة سيد الأنبياء، فقبل الرسول ندمهم وأكرم مثواهم
ورد عليهم سباياهم وأسراهم. كانت المعارك في ذلك الوقت طاحنة بين الفرس والروم، وبين هجمة ترتد وهجمة تمتد وهجمة تخمد وهجمة تقوم. انتصرت الروم. ففرح المسلمون لهذا الانتصار، فلقد كان الفرس من الوثنيين والكفار، أما الروم فكانوا من أهل الكتاب. كانوا من أتباع عيسى بن مريم، كانوا يؤمنون بالإنجيل. ففرح المسلمون بانتصار الروم لأنهم يؤمنون بأحد كتب الله. فأرسل رسول الله برسول إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، دين الحق والسلام والعقل. فاستقبله هرقل بالترحاب والكرم والقبول، وبعث معه بهدية إلى الرسول. ولكن ها هو الإسلام يأخذ في الانتشار، ومشاعل أنواره تسترعي كل العيون في كل الديار. الحقيقة أن عقل هرقل بدأت تلعب به الأفكار. وصار على وشك اتخاذ أخطر قرار. مشاعل النور والحق والعدل والأخوة والسلام تسطع في أيدي جنود الإسلام، فهل يسكت هرقل حتى يجتذب الدين الجديد كل الأقوام؟ قرر هرقل سيد الروم المنتصرين أنهم يجب ألا يظلوا ساكتين. صحيح أنهم كانوا مع المسلمين مسالمين، ولكن كان ذلك إلى حين. وقد حان الحين، فحشد هرقل جيوش الروم لغزو المسلمين. علم النبي بحشود الروم، فأرسل جيشا ليقاومهم ويصد تقدمهم. وكانت غزوة مؤتة.
جرى تفوق جحافل الروم المدرعين على قوات المسلمين. كان من الحكمة والرأي السديد أن يعود خالد بن الوليد ساحبا جيوش رسول الله استعدادا لجولة أخرى من الجهاد في سبيل الله. جاءت الأخبار إلى رسول الله بنبأ مؤداه أن هرقل يستعد لغزو المسلمين مرة أخرى. فأصدر الرسول أمرا بعدم الانتظار في المدينة والخروج إلى ملاقاة جيوش الروم اللعينة. وكأي مجتمع جديد كان بين صفوف المسلمين نفر من المزعزعين. قالوا إن الجو شديد الحرارة وكل رجل يجب أن يحرس ثماره، وبينما المسلمون الصادقون يستعدون تكاسل المزعزعون الذين سماهم القرآن الكريم بالمخلفين، أي الذين تخلفوا عن الحرب مع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صدق الله العظيم. هيا يا قوم، هيا يا قوم، رسول الله يدعونا للخروج لقتال الروم. الجو حار يا رجل. نار جهنم أشد حرا. لقد آمنا بمحمد ولكن ليس إلى حد الخروج إلى الصحراء في هذا الجو الرهيب. يا رجل يا رجل، لقد أمرنا الله في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بل الأخير لنا أن نجلس إلى جانب ثمارنا، فهذا زمن الحصاد لا زمن الجهاد. هذا ليس من حسن الإيمان. ثم إن المسير طويل. هل لو كان المسير من أجل المال كنتم تخلفتم؟ لا 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 لا، هذه مسألة أخرى. أنا أخرج من أجل المال لا من أجل القتال. أنا سألبي دعوة رسول الله وأنا سأخرج في سبيل الله. لو استطعنا لخرجنا معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد.